سورة الكافرون مكية. من مقاصد السورة البراءة من الكفر وأهله. التفسير: قل يا أيها الكافرون. قل أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله، لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا، وهو الله وحده. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا، وهو الله وحده. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم، ولي ديني الذي أنزله الله عليّ.